اللجنة الفنية المكلفة بإبداء رأيها في محتوى فيلم الملحد أوصت بضرورة تغيير اسم الفيلم وإجراء بعض التعديلات على المشاهد عشان الفيلم يتعرض في السينمات. طبعا لو حضراتكم تفتكروا كان المفروض الفيلم يتعرض في السينمات في 14 أغسطس اللي فات، وشركة الإنتاج المصرية لصاحبها أحمد السبكي ترجعت عن طرح عرض فيلم الملحد بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام الصيف، ويعني وقتها بررت شركة الإنتاج التراجع لأكثر من سبب، وقال وقتها أحمد السبكي أنه قرر تأجيل العرض بسبب عدم الانتهاء من بعض الخطوات المهمة في المونتاج والمكساج، ولكن طبعا كان كل الكلام أنه في أزمة بسبب بعض القضايا اللي بيناقشها فيلم الملحد ده بخلاف كمان اسمه، وحصل أنه حصل يعني هجوم كبير عليه بسبب مضمونه رغم أصلا هو لسه ما تعرضش ولا حد عارف تفاصيله. نيجي بعدها يعني بشهر ولا شهرين ألاقي أنه في مهرجان الجونة يتم منع عرض فيلم آخر المعجزات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وده أثار جدل كبير لما نحط منع عرض فيلم الملحد وأنه اللجنة النهاردة بتقول نغير اسمه عشان يتعرض، ومنع عرض فيلم الافتتاح بتاع مهرجان الجونة آخر المعجزات، ذلك يطرح علامة استفهام كبيرة جدا في المشهد الفني. نحاول أن نجيب على هذه العلامة، علامة الاستفهام الكبيرة، مع الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي. طارق الشناوي مساء الفل، أنا عارفة أنت في الجونة وكنت معانا هنا على الهواء وقلت لي الملحد، فاكر كنت معانا في آخر أغسطس وقلت لي ما تقلقيش ده يومين شوية وهيتعرض بسرعة، بس زادوا شويتين ثلاثة، بقوا شويتين ثلاثة. إيه اللي بيحصل؟ أنا عندي دلوقتي الملحد وعندي آخر المعجزات. هو بصي، أنا رأيي الشخصي إنه الرقابة عندنا مترددة بتفكر ألف مرة، يعني ممكن يتحمس عشان يعرض الفيلم وبعدين يقرا حاجه على السوشيال ميديا او حد يقول حاجه فيبتدي يتراجع ويخاف يقول لك والله ما يمكن تحصل ازمه ولا بتاع، بلاش نعملها تاني. لانه مثلا اخر المعجزات الفيلم كان المفروض يتعرض في الافتتاح بتاع مهرجان الجونه، هو موافق على السيناريو تمام، الفيلم ما فيهوش حاجه، انا شفته بالمناسبه مرتين ثلاثه لان هو كله 20 دقيقه عشان اعرف ايه اللي ممكن يعني يتخوف منه الرقيب، ما لقيتش. طب لماذا جاء المنع من وجهة نظرك اخر المعجزات؟ ما انا قعدت افكر يعني حطيت بقى يعني قعدت افحص وامحص واجيب التلسكوب. لا لا بصيت بنظرته هو، قلت لو انا رقيب وبخاف وحريص على الكرسي وخايف انه اي حد يعيد قراءة المشهد بطريقة ما فتعرض انا للمساءلة، فقعدت لقيت مشهد واحد هو اللي ممكن يكون قلقه وهو انت عارفة ال في عندنا في المتصوفين كده والصوفيين ساعات بيعملوا جلسات انشاد كويس. الجلسات الانشاد دي انا حضرت بعضها، بيبقى عبارة عن ايه، بياخد غنوة عاطفية مشهورة ويحط عليها كلام في مديح للنبي عليه الصلاة والسلام ودي حاجة متعرف عليها وانا شفتها واتعملت في افلام كمان، يعني في افلام قديمه لينا هتلاقي مثلا غنوه النبي دي غنوه مشهوره قوي لكريم محمود، ايوه طبعا بيروح حاطين عليها كلمات دينيه في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام، وتعرفنا على ذلك ولم يعد هذا الامر يعني يثير المشكله. ممكن ده اللي انا قعدت افكر فيه، ممكن يكون المشهد ده يكون هو اللي خلاه يفكر مرتين فقال لك وعلى ايه بلاش. بس هو المشكله انك انت لازم تفكر دايما هنكسب ايه وهنخسر ايه. لما يكون هتكلم على الجونة، لما يكون تم إعلان فيلم افتتاح قصة قصيرة لأديبنا الكبير نجيب محفوظ عن خمارة القط الأسود كويس، يعني مأخوذ عن مجموعة خمارة القط الأسود كان اسمه المعجزة. طيب العالم كله كتب ويفتتح مهرجان كذا كذا فيلم كذا قصة قصيرة للروائي فلان ومش عارف ايه، لما العالم يقرا بعد كده انه الرقابه صادرت فيلم الافتتاح، هل ده لصالحنا؟ ده يقول ايه للعالم؟ ما انا مش عايز اسيبها لك انت بقى. يعني هل ده ممكن يبقى لصالحنا ولا ده يهز الصوره؟ ده واحد، فكان لازم يبقى في تدخل سياسي من وجهه نظري من وزير الثقافه. لانه ده في قرارات بتحتاج للقوه
من جهه والوزير الثقافه يملك ده لان هو الرقيب الاعلى كالعرب. يعني انا شفت ناس كتير اتكلمت عن قرار منع عرض فيلم اخر المعجزات انه قرار بلا اسباب. ما هو انا بقول لك شفت فيلم يمكن اللي كتبه ده ما شافوش الفيلم، انا شفته. فانا بكلمك عن رؤيه حقيقيه للعمل الفني. هو اخراج عبد الوهاب شوقي وبطوله خالد كمال اللي صورته موجوده على الملصق الدعائي او الاعلى في الفيلم. وفي غاده عادل. يعني هو طبعا يعني فنيا يعني طيب هو عامل ازاي كناقد فني؟ جاي لا جيد جدا جيد جدا. يعني عبد الوهاب مخرج واعد يعني. انا شايف انه ده اتضح ان الفيلم ده قعد عليه 6 سنين عبال ما طلع، فلا واضح انه بيشتغل وبيتعب على شغله وفي احساس فني عالي. فانا يعني كنت اتمنى ان احنا ما نوصلش للمرحله دي. طيب المرحله دي فيما يتعلق بفيلم الملحد لا جديد يعني اللي انت قلتيه النهارده. طيب. انا جاي لك الكلام ده الصبح قاله من زمان. وبعدين حتى تصريحه الاخير بيقول ايه؟ ان شاء الله هنعرضه قريبا مش كده؟ ما المشكلة قريبا دي. لا أنا مش بتكلم على تصريح السبكي، أنا بتكلم على القرار من اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في محتوى فيلم الملحد إنه يغيروا اسمه عشان يتغير اسمه وبعض المشاهد تتشال أو يحصل فيها تعديلات. طب مش عندنا في فيلم اسمه المدمن؟ هل الإدمان صفة إيجابية؟ أكيد لا طبعا. هل نغير كلمة المدمن أو عنوان المدمن لأنه له ظلال سلبية؟ أكيد لا برضه. فأنا رأيي الملحد زي المدمن. في عندنا اللص والكلاب. واديك قلتي اللص والكلاب واللصوص. عندنا المشبوه. يعني في مليون اسم. لو احنا حاكمنا بالاسماء مش في الشحات وفي يعني في صفات كتيره. يعني لو قلنا الاسم ده بيوحي بكذا او بيؤدي الى رواج حاجه ما او يعني كلها لها قراءات خاطئه. اتمنى ان ما نوصلش لتغيير الاسم. وبالمناسبه الفيلم كان اسمه يحيى في الاول. اسمه يحيى. اسمه الاولاني خالص. في بعض قصصات في الجرائد اشارت ان يتم تصوير فيلم يحيى. لان واضح ان البطل الفيلم اسمه يحيى. انا ما شفتش الفيلم بالمناسبه. ولا قريت السيناريو. ولكن قريت تقرير الرقابه عن السيناريو. تقرير الرقابه بيقول انه هذا الفيلم يضرب بقوه كل دعوة الالحاد في الوطن وفي العالم وفي العالم كله. وبيؤكد على عظمه الاسلام. تخيلي ده راي الرقابه مكتوب. طب منين بقى كل ده وبعدين يجي صوت يخوف الرقيب الاعلى ويخليه يتراجع عن قرار العرض. طب لو رساله حطينا في شكلنا بايخ برضه نفس الحكايه. يعني انت بتحطنا بشكل سيء جدا. دوله بتتراجع من خلال الرقابه عن تصريح بعرض فيلم. ايه اللي ممكن يثير الفيلم؟ ولا حاجه. رساله من طارق الشناوي للرقيب. يعني اتمنى ان يهدأ قليلا ويفكر مرتين ويعرف انه ساعات قرار المنع بيبقى اسوأ بكتير. أسوأ بكتير من قرار العرض. كنت انت بين اختيارين هيبقى العرض افضل. طيب